انتهى النجم اشرف عبد الباقي ونجوم ابطال عروض تياترو مصر من تسجيل مسلسل اذاعي اسمه المسيحاتي. المسلسل اللي بدات اذاعته مع بدايه شهر رمضان وهو من تاليف ولاء شريف ومن اخراج ايمن عبد الرحمن. بتجسد الفنانه مريهان حسين دور عواطف وهي سواقه توك توك في حاره شعبيه في احداث مسلسل الصعلوك. المسلسل من بطوله خالد الصاوي ونجلاء بدر وحسن حسني ومن اخراج احمد صالح.